إذا نستطيع أن نقول عن الجزائر دكتور عمر، أنا دعني أبدأ في الجزائر في حديثي عن الميزانية، يعني نبدأ من أواخر سنة 2022، أضخم ميزانية في تاريخ الدولة الحديثة في الجزائر. نعم. وأضخم ميزانية لوزارة الدفاع أيضا. نعم نعم. قراءتك للأرقام؟ أنا قراءتي واضحة وصريحة، يعني قلت ذلك، يعني حتى في مقال كتبته قلت أنه كانت هناك تحركات، وبين قوسين تحرشات، من بعض الكونغرسمان الأمريكان حول أن الجزائر تدعم المجهود الحربي الروسي، لأنها تعطي لروسيا أكثر من 10 مليار دولار كميزانية تسلح جزائري. فهذا يعني هذه، أنا أقرأ المشهد الآن في الجزائر وهذه الميزانية المرتفعة على أنه في إضافة الحفاظ على الحصة الروسية زائد توزيع بعض الموازنة لصفقات تسلح مع قوى غربية ومع الصين، حتى لأنه الجزائر تنظر إلى الحرب الروسية الأوكرانية كملف يمكن أن ينبثق عنه مخاطر استراتيجية كبيرة جدا إذا انهزم الطرف الروسي. 80% من التسلح الجزائري هو التسلح الروسي، باقي المصادر تأتي من فرنسا بشكل قليل جدا، من ألمانيا، من إيطاليا، من الإمارات، حتى من الصين. فأعتقد أن الجزائر في المرحلة القادمة بموجب هذه الميزانية ستقوم بتنويع مصادر التسلح، وهذا يفسر ضخامة الميزانية الموجودة في وزارة الدفاع. أيضا سنة 2022 سنة الطاقة، الجزائر أصبحت يعني مصدر مهم استراتيجي، هو من زمان يعني مصدر استراتيجي، ولكن أصبح أكثر أهمية بعد الحرب في أوكرانيا. الطاقة تحافظ على حالة الاستقرار، تحافظ على تدفق سيولة مالية وتحصيل مكاسب كبيرة جدا للخزينة، ولكن في نفس الوقت هي الطاقة مفتاح للتفاهمات. صحيح، الطاقة في الجزائر مفتاح للتفاهمات على المستوى الاستراتيجي والسياسي، وهي إلى حد ما أيضا تشكل نقمة، لأنه هي الارتهان دائما إلى بناء الموازنة الدولة على الطاقة يؤدي إلى عدم إنعاش الاقتصاد خارج الطاقة، وهذه مشكلة الجزائر في الحقيقة. يعني أكثر من 80% من الاقتصاد الجزائري، مشكلة الجزائر منذ الاستقلال، نعم، مبني على الريع. فيعني هذا يسبب ارتخاء ربما السلطوي وارتخاء النظام السياسي عن أجندات يعني كانت مطروحة ربما في العامين الماضيين على رأس أولويات النظام السياسي في الجزائر، وهو تنويع مصادر الدخل في الجزائر. فالآن بما أنه حدثت هذه الانتعاشة سيحدث نوع من الارتخاء، وطبعا هذا الموضوع يجعل على المستوى الاستراتيجي والسياسي يجعل الجزائر لاعب مهم جدا من خلال ملف الطاقة داخل الجزائر، ومن خلال أيضا الملف الطاقة النيجيري يعني الذي تشير المؤشرات إلى أنه تم حسم الموضوع، وأنه ستمر هذه الأنابيب عبر الجزائر، وبالتالي ستستفيد بشكل كبير جدا. هو أنت الأخصائي في الجيوبوليتيك، يعني في الجغرافيا السياسية وفي الدراسات الدولية، نعود معك إن شاء الله في فترة قادمة للحديث عن أهمية دول العبور لخطوط الإمداد بالطاقة. صحيح. نتحدث عن الجزائر، نتحدث عن إمكانية المغرب، موريتانيا، تونس، دول مهمة جدا، لا تنتج ولكنها دول العبور، وهذه مهم جدا. صحيح. العبور. صحيح. على كل، أيضا الجزائر قمة جمع الشمل، ولكن نقولها بوضوح، لم يجتمع الشمل. هل فشلت الجزائر؟ هل حملت نفسها أعباء أكثر من اللازم في القمة العربية سمتها قمة فلسطين؟ هل رفعت السقف أكثر؟ هل المراهنة على قوة ضغط الجزائر سيكون له انعكاس؟ لم تحضر سوريا، سعت الجزائر لتحضر سوريا، لم تحضر سوريا، يعني كثير قيل حول هذه القمة. في تقديرك هل نجحت كعناوين، أم هل نجحت الجزائر حتى في عقد القمة؟ أنا أقول شيء وسط ربما، وهو أن الجزائر نجحت إلى حد كبير في الإبقاء على زخم الدعم للقضية الفلسطينية في سياق الهرولة نحو التطبيع في المنطقة. يعني الآن التطبيع هو شرقا وغربا، يعني أصبح كظاهرة عربية كبيرة ومتنامية بشكل كبير جدا. الجزائر على الأقل حافظت، ولأول مرة أعتقد يتم النص على دعم القضية الفلسطينية، ويعني تقريبا 4 أو 5 بنود في إعلان الجزائر تبدأ بالقضية الفلسطينية ثم تأتي القضايا الأخرى فيما بعد من حيث السرد. يعني فأعتقد من هذا الجانب على الأقل تحافظ على زخم القضية الفلسطينية. لا يتوقع أن تنجح أي جامعة عربية في ظل الأوضاع الحالية. يعني أعتقد أن نجاح منظومة العمل العربي المشترك هو أمر يفوق الدولة القطرية العربية. صحيح. نعم، لأسباب عديدة. صحيح. يعني لا مجال لبسطها. نعم. صحيح.
طيب وانت تتحدث عن الدولة القطرية الجار المغرب، يعني لا استطيع ان اقدم الان هل هي خصومة هل هو صراع، ولكن سؤال مطروح، هل اصبحت المغرب عدوا تصنف كعدو حتى ولو في السردية وحتى في الخطاب السياسي المغربي غير موجودة هذا المفردة، ولكن هل اصبحت في مستوى العقل السياسي الجزائري صاحب القرار المطبخ السياسي في الجزائر لما يفكر يعتبر المغرب عدو؟ أنا أقول لك كأكاديمي أنا متحرر من اللغة الدبلوماسية، سأتحدث بكل صراحة في هذا الموضوع من خلال المقارنة السلوكية. الجزائر في العقل الاستراتيجي المغربي، لا أقول الشعبي، أقول العقل الاستراتيجي السلطوي المغربي، تعتبر مساحة للتمدد الجغرافي، والمغرب في العقل الاستراتيجي الجزائري، لا أقول الشعبي، الجزائري يعتبر عدو رقم واحد. بهكذا؟ نعم، لأنه في، أنا ألخص لك الصراع. الصراع بين الجزائر والمغرب، الصراع بين الجزائر والمغرب هو حول التصور القانوني للحدود. الجزائر تعتبر أنه يعني تؤمن بما تتبناه منظومة الأمم المتحدة، وهو اعتبار الحدود التي تركها الاستعمار هي الحدود التي ينبغي أن تتوافق عليها الأقطار، لكن المغرب لا تؤمن بذلك. المغرب ولها مبرراتها طبعا، المغرب تعتبر نفسها جزيرة معزولة تعزلها الجزائر، وربما جمهورية محتملة صحراوية في الجنوب فتعزلها بشكل كامل عن محيطها الإفريقي والعربي، لذلك تبنيها لهذه النظرة على مستوى النخب وعلى مستوى السلطة التوسعية هي كأنها تسعى للانعتاق والتحرر والوصول إلى البعد العربي والبعد الإفريقي، لذلك يعني شاهدنا في كثير من الأحيان حتى بعض العلماء الدين المحسوبين على هيئات عالمية كبرى يصرحون يعني بعبارات غريبة جدا، يعني بضرورة أن يكون هناك حشود شعبية تجتاح منطقة تيندوف، وأن ويتحدثون عن أشواق لضم موريتانيا مثلا وهي الجمهورية التي استقلت يعني في حديثا، فهذا موضوع كبير جدا، ولكن هذا هو ملخصه، يعني هو ملخصه يفوق ويمتد خارج موضوع الصحراء الغربي. العقل الاستراتيجي المغربي يرى الجزائر امتداد جغرافي طبيعي، والجزائر ترى العقل الاستراتيجي الجزائري رئيس الشعب يرى في المغرب عدو. على كل هذه مقاربة مهمة جدا لأننا سنعود لها بعد قليل عندما نتحدث عن أزمة الصحراء.